خلينا نرقص رقصة الاحتفال يا جماعة. الرقابة والتفتيش رح يطردونا باند من السيرفر، والله ما يهمني إذا ناكل باند ولا ما رح ناكل، ما يهمني، المهم رح أجرب الفكرة، إذا نجحت رح نربح الأموال الغير شرعية، إذا ما نجحت ما يهمني أنا. يلا خلينا نجرب، وإذا يا جماعة نجحت معانا رح نجربها كل يوم ونجيب فلوس غير شرعية ونشتري أسلحة. تابعنا للنهاية ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ليتس جو. يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أرسلان، فيديو جديد. اليوم رح نلعب لعبة جراند الحياة الواقعية. اليوم عندنا أكشن وكل شيء، رح نهرب حشيش يا جماعة، عيشوا معانا التجربة. ليتس جو. مثل ما تشوفوا معانا الحين نحن في المتجر تبع المخدرات. الحين شوفوا معانا، عندي شدة حشيش، عندي 35 شدة حشيش. الحين راح نحاول نهربها، اوكي؟ صعب مو هنية، صعب ان نحنا راح نهربها، مو الشرطة لازم ما تمسكنا، فهمتون؟ في عدد عساكر كثيرين في الميناء، نحاول نتجنبهم، فهمتون؟ يا جماعة التهريب بيكون الساعة 7، فهمتون؟ ما يمديني هرب يعني في الليل، هذا قانون السيرفر. والله يا جماعة إذا وقفنا شرطي رحنا فيها 20 شهر على طول بننسجن. يا ولد انقلع انت بس. الحين لازم نجيب فلوس غير شرعية عشان نشتري المسدس. استنى خليني أوقف عند محل الأسلحة عشان أوريكم السلاح اللي حاب اشتريه الصراحة. كيفي لاك تم قفل السيارة. ذا يا جماعة تشوفونه، هذا المسدس اللي حاب اشتريه، هو يتطلب خبرة 15، انا خبرتي 16 اتوقع. المهم راح نشتري هذا المسدس، هذا غالي يا جماعة، 300,000. يا ولد يا ولد، نحاول نشتري هذا الدرع والمسدس عشان ننفذ المهمة تبع السطو، يعني سرقة المتاجر، فهمتون؟ يلا ما علينا، الحين في هذا الفيديو راح نهرب يا جماعة. يا ولد بالله عليك ليش تصدم؟ اوه يا جماعة الحين المهمة الأصعب، لازم نهربها ونهرب من الشرطة، فهمتون؟ يا ولد يا ولد يا ولد، ندخل السجن يا إما نفوز بالأموال الغير الشرعية. الشرطي منتظرنا هنيك، شو راح نعمل؟ يلعن ام الغباء يا جماعة، نسيت ما سجلت في الطابور. Thank you.
الحمد لله في سلم هنا. بقي لي 7 دقايق، بكفوا 7 دقايق. والله ما ادري. يا ولد شاري البيع يا جماعة. يا رب ما يحس علي. يا رب يا رب يا رب يا رب. في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ احنا انا تعبان. اهم حاجه الثقه في النفس. ازبن يا ولد ازبن يا ولد. وش صار؟ والله ما ادري يا جماعة. أنا جالس ألعب بين بضع ساعات وقلت في نفسي ليش ما هرب والمينا تكون مغلقة؟ ليش أهرب أنا مثل الناس العاديين والمينا مفتوح؟ عشان لما المينا تسكر ما في عساكر. نحن راح نجرب الحين ونشوف اللي شو راح يصيب. إذا مسكونا الرقابة والتفتيش راح يطردونا باند من السيرفر. والله ما يهمني إذا ناكل باند ولا ما راح ناكل، ما يهمني. المهم راح أجرب الفكرة، إذا نجحت راح نربح الأموال الغير شرعية، إذا ما نجحت ما يهمني أنا. يلا خلينا نجرب، وإذا يا جماعة نجحت معانا راح نجربها كل يوم ونجيب فلوس غير شرعية ونشتري أسلحة. تابعنا للنهاية ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ليتس جو. يا ولد يا ولد الميناء مغلق يا جماعة، ما في شرطة. والله مو مصدق نفسي. أحسن مكان يا جماعة تهربون فيه في أي سيرفر 5M هو لما يكون الميناء مغلق. لا 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 تموت لا تموت بالله عليك. هرب 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 هرب. ادعس ادعس يا ولد يا ولد يا ولد. الرقابة والتفتيش يا جماعة. كفو كفو ذباع. ادعس ابشر ربي. ليتس جو مان. خلينا نرقص رقصة الاحتفال يا جماعة. هذه مو مشكلة تهريب ولا شيء، هذه مشكلة ذكاء. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.
تغسلوا كل ما هو جديد. يا رب تكونوا استفدتم هاي الحكمة التي سويتها انا امامكم. Peace.